أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج بين الرأيين. محور الحلقة عن أثار تراجع الدينار العراقي على الحياة الاقتصادية للمواطنين والركود الاقتصادي في البلاد. حول هذا الموضوع مشاهدينا الأعزاء، رحبوا معي بضيوف الحلقة. أرحب في الاستوديو بالدكتور محمد نايف زنقنة، أستاذ اقتصاد المعرفي في كلية إدارة واقتصاد بجامعة الموصل. وسهلا بك دكتور محمد. وعبر سكايب من ألمانيا انضم معنا الخبير الاقتصادي الدكتور بارق شبر. وسهلا بك دكتور بارق. وسهلا بك وبضيفك الكريم. نعم مشاهدينا الاعزاء، قبل ما نخوض في غمار اسئله البرنامج دعونا نشاهد هذا التقرير ومن ثم اعود اليكم مره اخرى. لقد عمقت السياسات الاقتصاديه الحكوميه خلال السنوات الماضيه من الاختلال الهيكلي في الاقتصاد العراقي عبر ربط الموازنه الحكوميه بالري النفطي بشكل شبه تام، فاقت 90% في افضل الحالات. ورغم ان معظم بلدان العالم اعتمدت سياسة توسعية مالية ونقدية لمواجهة الانكماش الاقتصادي والمحافظة على المستوى المعاشي للمواطنين مع استمرار عمليات الحظر الوقائي، فإن العراق لا يملك حيز مالي كصناديق الثروة السيادية لبلدان الخليج وغيرها من الدول النفطية يعينه على تجاوز الأزمة الراهنة. وما زاد من معاناة المواطن ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي الذي انعكس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطن الذي اصلا يعاني من الفقر والعوز المادي. وبينما تتجه الانظار نحو قبه البرلمان العراقي للتصويت على الموازنه العامه للبلاد، اتخذت اللجنه العليا للصحه والسلامه العامه حزمه من القرارات من بينها الحظر الشامل لثلاثه ايام في الاسبوع في ظل غياب الدعم المالي للاسر الفقيره التي تعتمد على قوتها اليومي. يا ترى متى يتمتع المواطن العراقي بثرواته التي يتمتع بها الفاسدين؟ أهلا بكم مشاهدينا من جديد مرة أخرى. أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور محمد نايف زنقنة، أستاذ الاقتصاد المعرفي بجامعة الموصل. وسهلا بك. أهلا وسهلا دكتور محمد. دكتور محمد، يعني ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل تراجع الدينار العراقي ترك آثار سلبية كثيرة على حياة المواطنين. شوية تحدث لي عن أهم الجوانب اللي تأثر بها المواطن بشكل مباشر من جراء ارتفاع سعر صرف الدولار. إن شاء الله تعالى. بداية شكرا لقناة الموصلية وشكرا جزيلا لأستاذنا الكبير دكتور بارق على مشاركتنا في هذا البرنامج. في الحقيقة قصة الدينار العراقي قصة طويلة، نستطيع أن نقسم قصة الدينار العراقي إلى ثلاثة مراحل أساسية، هو اقتصاد الحرب، فاقتصاد الحصار، واقتصاد الفساد. هذه ثلاثة مراحل مر بها الدينار العراقي خلال هذه الفترة 40 عاما، مما أدى إلى أن قيمة الدينار العراقي على طول هذه الفترة الزمنية يبدأ بالانخفاض. كان سعر صرف الدينار العراقي 310 فلس لكل واحد دولار سنة 1980، ثم بدأ الدينار العراقي يفقد قيمته تقريبا أكثر من 5000 ضعف، ووصل إلى الآن 2021 وحددته وزارة المالية والتي هي لا يجب أن تتدخل في تحديد قيمة الدينار العراقي ب 1460 دينار في 20/12/2020، مما أدى إلى آثار اقتصادية كبيرة على مستوى النشاط الاقتصادي في العراق وعلى مستوى دخل الفرد في المجتمع العراقي. بالتأكيد إن أي قرار في تخفيض سعر أو قيمة العملة مقابل الدولار العراقي سوف يؤثر بشكل مباشر على المواطنين، خاصة الطبقات الفقيرة والطبقات المتوسطة، مما يؤدي إلى غلاء الأسعار، وهذا غلاء الأسعار يؤثر على مستوى المعيشة للمواطن. نعم دكتور بارق، رحب بك مرة أخرى وأنت ضيف عزيز على برنامج بين رأيين. دكتور، يعني اليوم نتحدث عن الآثار السلبية لسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، وأيضا أثر بشكل عكسي على المواطن، وهناك ركود اقتصادي في الأسواق العراقية بسبب يعني ارتفاع سعر صرف الدولار.
فبرأيك أنت كخبير اقتصادي، يعني أهم القطاعات اللي راح تتأثر بشكل مباشر من جراء هذا الارتفاع المفاجئ بسعر صرف الدولار؟ نعم، أحييك وأحيي ضيفك الكريم وجميع مشاهدين قناة الموصلية. السياسيين نسمعهم منذ فترة طويلة كيف يتحدثون عن آثار سلبية بشكل عام على جميع المواطنين العراقيين. نحن كاقتصاديين نميز، هناك مواطنين تأثروا بالفعل من عملية تخفيض قيمة الدينار، وهناك مواطنين أو شرائح واسعة من المواطنين بالحقيقة استفادت من تخفيض قيمة الدينار ورفع قيمة العملة الأجنبية. يعني أنا كنت دائما أعيد وأكرر بأن هذا الإجراء له آثار متباينة وليس هناك أثر وحيد أو موحد على الاقتصاد وعلى المواطنين. لقد قلت أن أصحاب الدخول الضعيفة والثابتة سوف يتأثرون سلبا، أما الذين يملكون أصول وهي شريحة واسعة من المواطنين العراقيين، يملكون عقارات، يملكون سيارات، يملكون أدوات، معدات رأسمالية، يملكون مدخرات بالدولار وبالعملة الأجنبية، وعددهم كثير جدا، ينبغي على الباحث الاقتصادي إجراء إحصاء أو حصر لهذه الدخول. لكن للأسف البحث الاقتصادي في العراق مشغول بقضايا ثانوية أخرى. يعني آثار ارتفاع قيمة الدولار لها آثار سلبية بالفعل كما قلت على أصحاب الدخول المحدودة، ولكن لها آثار إيجابية على من يملك الأصول. الهدف من تغيير سعر الصرف المفاجئ كان بالفعل مفاجئ، الهدف هو تمويل العجز الكبير الذي يواجه المالية العامة في هذه السنة، والأسباب معروفة لكم ولا حاجة إلى إعادتها وتكرارها. وأما الإدعاء بأن هذا التخفيض لقيمة الدينار سوف يساعد الصناعة الوطنية على قدرتها التنافسية فهذا نظريا صحيح، أقول نظريا، وينطبق على الاقتصادات التي لها طاقات إنتاجية وتصديرية كبيرة كما هو الحال مثلا في تركيا التي لديها قطاعات تصديرية قوية ولديها قطاع سياحي قوي ولديها قطاع خاص يجلب العملة الأجنبية. وهذا ينطبق أيضا على دولة صغيرة جارة هي الأردن التي يعني لديها موارد من العملة الأجنبية بسبب قطاعاتها التصديرية والسياحة. طبعا هناك بسبب جائحة كورونا توقف للسياحة، ولكن المهم في ذلك أن هاتين الدولتين الجارتين للعراق لديها قطاعات سياحية قوية جدا وسوف تستعيد عافيتها فور انتهاء أزمة كورونا. وهذا يعني أن هذه الدول وليس وحدها وإنما دول كثيرة في العالم مصدر العملة الأجنبية لا يقتصر على الدولة كما هو الحال في العراق. الدولة تحتكر مورد العملة الأجنبية وهذه مصيبة كبيرة. القطاع الخاص ليس لديه أي نشاط تصديري وليس لديه عملة خاصة، فيجب العمل على تشجيع القطاع الخاص بأن يجلب العملة الأجنبية ويتصرف بها كيف ما يشاء، وليس الاعتماد دائما على ما يسمى بمزاد العملة
أو نافذة بيع العملة والمطالبات مطالبات الدولة بفتح ال 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 بال بال بالعودة إلى الاحتياطي الذي هو انخفض بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2020. نعم تفضل. نعم دكتور محمد، لمصلحة من يعني هذا الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار؟ يعني احنا يعني ما كان الأجدر بالدولة انه ترفع صرف سعر الدولار بشكل تدريجي؟ يعني مو انت من 125 ل 1450 خلقت عندنا مشكلة كبيرة لدى المواطنين، حتى صارت عندنا مشكلة مجتمعية بين ابناء الشعب العراقي اللي مثلا مشتري له بالدين واللي منطي بالدين والى اخره من الامور. العفو، تصريح السيد وزير المالية حول اسباب تخفيض قيمة الدينار العراقي امام الدولار كان تصريحه كالاتي: لمواجهة اثار فيروس كورونا وتداعياته من خلال انخفاض اسعار النفط، وكما قال أستاذنا لسد العجز الموجود في الموازنة العراقية لعام 2021 والتي تقدر تقريبا ب 50 مليار دولار. لكن هذا القرار آثاره كثيرة أوضحها أستاذنا الغالي، لكن كما قال قد تمس الشريحة التي هي الأقل ومحدودة الدخل وتقريبا أجورها ثابتة في الاقتصاد. أنا أضيف إلى الأستاذ، ليس كل الناس لديهم أصول، يعني المجتمع العراقي إذا قسمناه الطبقة المحدودة الدخل والطبقة المتوسطة فالطبقة الغنية، الطبقة المتوسطة معظمهم دخلهم محدود، والذي عنده مدخرات في المصارف بالعملة العراقية معظمها، فأي شخص عنده مدخرات أو حسابات مصرفية في المصارف بالعملة العراقية فبالتأكيد انخفض حجم المدخرات أو قيمتها إلى تقريبا 25%. فآثار تخفيض سعر الصرف لمواجهة عجز في الإيرادات الحكومة أنا يعني نعتبره خطأ قاتل جدا، لأنه عمل إرباك كبير في السوق. وأسعار النفط منذ 2012-2020 عندما أصدر السيد وزير المالية هذا القرار، فرق بين تحديد سعر 42 دولار لكل برميل نفط في الموازنة والسوق النفطية الآن وصل اليوم تقريبا إلى 66-67 دولار لكل برميل، أي الفرق بين سعر الموازنة لبرميل النفط وسعر السوق تقريبا 20 دولار لكل برميل. والعراق يصدر تقريبا 3 مليون إلى 3 مليون ونصف، لو حسبناها حساب بسيط يعني كل برميل نفط العراق يصدره يوميا 3 مليون، يعني 60 مليون دولار يوميا تدخل إلى خزينة البنك المركزي العراقي، وإذا ضربناها في شهر 1.8 مليار، وإذا ضربناها في السنة المالية 2021 نجد تقريبا 20 مليار دولار فوائد أسعار النفط بين المتوقع والمحسوب ضمن الموازنة وسعر السوق. فإنه الدولة تريد أن تسد العجز من خلال فقط تخفيض قيمة الدينار العراقي وفي الموازنة فرض ضرائب على الرواتب والإجور وارتفاع الأسعار، كلها أدت إلى إرباك في الوضع الاقتصادي العراقي الذي هو أصلا مربك ويخوض يعني فيه الكثير من المشاكل. والاقتصاد العراقي مشوه كما قلنا، بدأت مراحل للاقتصاد العراقي منذ الحروب التي خاضها في العراق وكذلك الحصار الاقتصادي، ثم السنوات الأخيرة مسألة الفساد الذي جعل الاقتصاد العراقي اقتصاد منهك متعب. شكرا. نعم يعني الدكتور تفضل دكتور بارك قال أنه يعني الدولة عندما تتخذ هكذا إجراءات المفروض عندها أيضا تنوع في الإيرادات، يعني مو فقط على النفط احنا نعتمد، لازم انت عندك معامل مصانع عندك إنتاج حتى تدعم انت يعني اقتصادك الوطني، اما اذا انت ما عندك وترفع سعر صرف الدولار ايضا هاي مشكله. يعني الاقتصاد العراقي اقتصاد صناعي بدائي ضعيف، وثبت ذلك من خلال سنوات الحصار حيث الصناعه كلها توقفت، صناعتنا ليست صناعه متكامله، صناعه بدائيه تعتمد في كثير من عملها على المواد الاوليه التي تاتي من الخارج، يعني ليست صناعات متكاملة كلها تبدأ بالعراق وتنتهي بتصديرها خارج العراق.
لذلك وجدنا أن الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي منذ بداية الثلاثينات، والعراق يصدر النفط مما أهمل القطاعات الأخرى الصناعية، وكما قال أستاذ بارق أنه دول تعتمد على السياحة، دول تعتمد على الزراعة، نحن كل القطاعات الأخرى اضمحلت أو قلت، وكان هناك فقط النفط، أصبحنا دولة ريعية نبيع النفط، تأتي أموال النفط يتم توزيعها بشكل وبآخر، الصناعات الأخرى مهملة بشكل كبير، والدولة التي تعتمد على النفط يعتمد على سعر النفط. الآن أسعار النفط بسبب جائحة كورونا أدى إلى أنه إيرادات الدولة العراقية من 6 مليار شهريا إلى 2.5 مليار شهريا يأتي، مما أثر على يعني صرفيات الدولة ورواتب الموظفين وغير ذلك من الأشياء، مما أدى بوزارة المالية والبنك المركزي إعلان تخفيض قيمة العملة، والتي سببت لمعالجة مشكلة عجز سببت مشكلة اقتصادية في السوق العراقي. نعم، خلينا ننتقل مرة أخرى للدكتور بارق. دكتور بارق، انتعاش يعني سعر النفط في الأسواق العالمية الآن يمكن تجاوز 66 دولار إلى 67، يعني هل هذا سيساهم في يعني تقليل الفجوة في الاقتصاد العراقي، يعني بين يعني العجز بالتحديد، يعني العجز كان كبير جدا، يعني راح يساهم بشكل آخر في تحسين الاقتصاد العراقي؟ نعم، اسمح لي أولا أن أبدي ملاحظة منهجية. طبعا أنا أتفق مع ضيفك الكريم الدكتور زنجنة بأن السعر المعتمد في مشروع موازنة 2021 هو متحفظ في حدود 42 دولار، صحيح متحفظ، ولكن برأيي كاقتصادي هذا ما يجب أن يكون. يعني بعدين أود أن أذكر أن السعر المعتمد للنفط في الموازنة هو متوسط سنوي، بينما السعر الحالي هو السعر اليومي الذي يبلغ حوالي 66 دولار، ويجري الخلط بين هذين السعريين سعرين مع الأسف من الكثير من أعضاء مجلس النواب، حيث نسمع أصواتهم تتعالى فور ارتفاع سعر النفط بدولارين، يبدون يطالبون بموازنة تكميلية كما سمعنا من أحد أعضاء اللجنة المالية الذي لا أود أن أذكر اسمه. هذا توجه غير مهني، صحيح سعر النفط، وهذا نحن نتابع أسعار حركة أسعار النفط منذ عام 1973، فهي ترتفع وتنخفض، يعني الارتفاع الحالي لسعر النفط ممكن أن ينخفض في الشهر القادم لأسباب جيوستراتيجية، وهذه معروفة لكل متابع لحركة أسعار النفط. أما صحيح تأثير ربما سيخفف، يعني السعر الحالي إذا استمر إلى خلينا نقول إلى يعني النصف الثاني من السنة، طبعا سيزيد من العائد النفطي للموازنة للحكومة للخزينة، هذا من دون شك، ولكن يعني طبعا سيخفف من مقدار العجز المخطط، وسيكون لدينا عجز فعلي أقل من المخطط. لكن السؤال هو كيف نتصرف مع احتمالية زيادة الإيرادات؟ هل من الصحيح كما فعلنا في السابق أن نزيد الإنفاق على ضوء ذلك؟ فهذا هو بالضبط المنهج الريعي لموازنات الدولة العراقية منذ عام 2003، ونحن نرفضه، ولذلك نرى أن الاقتصاد العراقي في أزمة مستمرة منذ عام 2003. هذه هي الصدمة الثالثة التي يواجهها الاقتصاد العراقي. علينا، على الحكومة، على يتوجب على صاحب القرار الاقتصادي أن يحيط الاقتصاد العراقي، يعني يغلفه، أو ماذا تقول، شلتر إت، من الصدمات الخارجية. هذا لم يحدث، نحن لم نستقصد دروس من الصدمات الماضية. يجب علينا أن نحمي الاقتصاد العراقي من اهتزازات واختلالات
أسعار النفط، سعر النفط عامل خارجي خارج منظومة الاقتصاد الكلي، يعني من الصعب التأثير عليه من خلال السياسات الاقتصادية. الذي يتحكم بسعر النفط هي منظمة أوبك، أو نقول المنتجين، ليس منظمة، يعني تأثير منظمة أوبك أصبح ضعيفا جدا، ولذلك تضطر إلى التحالف مع أعضاء من خارج المنظمة. فسعر النفط تتحكم فيه عوامل خارجة عن إرادة السياسة الاقتصادية العراقية، وهذا يجب أن نعي له. الطبقة السياسية لا تعي، لا تفهم بمعادلات الاقتصاد الكلي. كيف يتكلمون عن، يطالبون بموازنة تكميلية وزيادة الإنفاق عندما يرتفع سعر الدولار، سعر النفط دولارين؟ هذا ليس اقتصاد، هذا ما لا أعرف ماذا أسميه، هذا تطفل على علم الاقتصاد. نعم نعم تفضل. نعم مشاهدينا الأعزاء، فاصل ثم أعود إليكم مرة أخرى. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. دكتور محمد، يعني ارتفاع سعر صرف الدولار أدى إلى ركود اقتصادي في الأسواق العراقية، يعني هتما المواطن، القدرة الشرائية للمواطن قلت نوعا ما، والمواطن يمكن ما يقدر بعد يمكن يشتري بعض الحاجيات اللي سابقا كان يشتريها. يعني كيف للدولة أن تعالج الركود الاقتصادي في البلد؟ يعني احنا ظل نبقى هيجي، المواطن قدرته الشرائية ضعيفة والأسواق العراقية تعاني من الركود، هل هناك معالجات يعني ممكنة؟ الركود الاقتصادي هي أحد مراحل الدورة الاقتصادية التي تمر بها مجموعة معظم البلدان. نعم. ركود ثم كساد ثم انتعاش ثم ازدهار. نعم. الآن نحن في مرحلة ركود، وهذه المرحلة قد تأخذ بنا إلى مرحلة كساد إذا ما استمرت الأمور الاقتصادية تجري على هذا المنوال، لأنه كل الدول في ظروف اقتصادية معينة أو ظرف الركود تقوم بعمل حوافز اقتصادية للشركات وللأفراد. جائحة كورونا اللي هو سبب في أنه الدولة أقدمت على تخفيض قيمة العملة لسد العجز ولو بنسبة معينة، لأنها قامت بتخفيض العملة ثم الاقتراض من العالم الخارجي والمؤسسات الدولية ودول العالم، ثم محاولة طرح سندات داخلية وكذلك رفع الضرائب، كل هذه تعمل على زيادة الركود الاقتصادي وانحدار الاقتصاد باتجاه الكساد الاقتصادي، لأنه أسعار الاستيرادات ارتفعت، السوق في عمليات العرض والطلب هي التي تحدد وجود ركود أو عدمها. كل الناس الآن في انتظار احتمال ينخفض قيمة الدولار أمام الدينار أو يزيد أكثر، مما أدى إلى أن السوق يكون فيه نوع من التقيد أو عدم الإقدام على الاستثمار أو البيع أو الشراء بانتظار ما تؤول إليه الأمور، وهذه كلها تؤثر. نعم. عفوا دكتور، يعني في يعني قانون الموازنة، يعني إحدى الفقرات أنه دعم القطاع الخاص، يعني دعوا المسؤولين عن الموازنة اللي وضعوا الموازنة اللي يدعمون القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، يعني هل دعم القطاع الخاص ما راح ينشط السوق ويعني يقلل من الركود الاقتصادي؟ دعم القطاع الخاص من خلال ماذا؟ معظم الدول خلال هذا الوضع الصحي العالمي الموجود دعمت شركاتها من خلال وضع حسابات مالية لهذه الشركات لدعم إنتاجها ودعم أجور موظفيها وضخ كميات من الأموال في الاقتصاد من أجل حركة الاقتصاد. يعني آخر شيء أمريكا 1,500,000,000,000 دولار
تم إعطاها للشركات من أجل استمرار العمل والتخفيف من الوضع الاقتصادي لهذا الوباء. دعم القطاع الخاص في العراق، القطاع الخاص في العراق من ماذا يتكون؟ من الشركات أو المعامل التي تعمل، ومعظمها متوقفة في مدينة الموصل، أكثر من 500 معمل وشركة متوقفة. فقط القطاع الخاص هو استيراد وتصدير، لا يوجد قطاع خاص متكامل، وإنما معامل طحين، معامل يعني بسيطة بإمكانيات بسيطة لا تنهض بواقع الاقتصاد العراقي. كل دول العالم القطاع الخاص هي التي تنشط الاقتصاد، هي التي تقود الاقتصاد، هي التي تحرك الاقتصاد. القطاع يعني الخاص ممكن في العراق ندعم يعني المنتوج المحلي، يعني مشلول مهمل نتيجة السياسات الخاطئة. كما قال أستاذنا، الاقتصاد العراقي مفتوح على دول العالم، نستورد 7,000 سلعة تقريبا، 6,000 إلى 7,000 سلعة، ونقوم بتصدير سلعة واحدة. كيف ننشط القطاع الخاص إذا ما كان هناك سياسات متكاملة، سياسات ضريبية، سياسات سعرية، سياسات دعم القطاع الخاص وغير ذلك من الأشياء؟ يلا نستطيع أنه الدولة من خلال القطاع الخاص تستطيع أن تنهض كما الدول الأخرى. نعم دكتور بارق، يعني خلال 18 سنة، يعني أنت تفضلت، يعني الحكومات العراقية المتعاقبة لم تتمكن من معالجة الاختلالات اللي يعاني منها الاقتصاد العراقي. أنت برأيك كخبير، يعني هل الأسباب هي سياسية أم عدم اعتمادهم على الخبراء الاقتصاديين اللي موجودين في البلاد؟ حتى لو خارج البلاد احنا عندنا خبراء ما شاء الله مثالكم، موجودين في كل أنحاء الكرة الأرضية، متواجدين خبراء، لو معتمدين عليهم ما كان قدروا أن يعالجون الاختلالات اللي حصلت على الاقتصاد العراقي طيلة 18 عام؟ والله الأسباب كثيرة، يعني صحيح هي هناك عوامل سياسية، الكتل السياسية أو الحكومات المتعاقبة. يجب أن نعلم أنه يعني النظام الانتخابي في العراق أو العملية السياسية يعني هي بالأساس تحتم على الفرق، التوافق أو المحاصصة. يعني أبسط مثال، أنا ما أريد أخوض بهذا الموضوع، يعني الدستور مثلا جعل من عملية انتخاب رئيس الجمهورية عملية معقدة، بحيث لا يتم انتخابه إلا بعد توافق الكتل السياسية ويعني بصفقة، بحيث يتم توزيع المناصب الأخرى. على كل يعني الأسباب لماذا لم تستطيع الحكومات العراقية المتعاقبة في إدارة الاقتصاد الكلي بشكل عقلاني، مثل ما قلت سابقا، يحمي الاقتصاد الوطني من تقلبات أسواق النفط. أهم سبب هو عدم فهم القيادات السياسية للكتل السياسية، عدم فهمهم بمتطلبات ومعادلات الاقتصاد الكلي. المستشارين هم قلة قليلة، يعني أنا لا أعرف مستشارين اقتصاديين حقيقيين في الحكومة سوى 2، هم الدكتور مظهر محمد صالح الذي هو بالحقيقة مستشار فخري ومتطوع، والدكتور عبد الحسين العنبكي الذي يشغل هذا المنصب منذ سنوات طويلة. وعلى ذلك المستشارين الذين نسمع بهم هم غير اقتصاديين، وبالحقيقة هم مهندسين. الآن أود أن أتكلم عن موضوع الركود الاقتصادي كما سميته. يعني ركود الاقتصادي، هناك شيء أكبر بكثير من الركود الاقتصادي. الركود الاقتصادي هو stagnation، لكن الاقتصاد العراقي يواجه انكماش. انكماش يعني depression وكساد. الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي تقلص بحسب تقديرات مختصين وصندوق النقد الدولي بأكثر من 10%. هذا
كبير جدا. سبب هذا الكساد او التراجع في نمو الناتج المحلي الاجمالي. تصور سكان العراق يزدادون سنويا بمعدل 3%، والدخل الوطني يتراجع بمقدار 10%. هذا يسبب يرفع من حالات الفقر. الان ثلث سكان العراق هم تحت خط الفقر. يعني عندما نحلل ما هي اسباب هذا الكساد، يجب اولا ان نحدد ما هي العوامل التي تدفع بالنمو الاقتصادي. يعني في اقتصادات الدول المختلفه العوامل المهمه للنمو هي اما ان تكون التصدير، وهذا هو الحال مثلا في الاقتصاد التركي والاقتصاد الالماني. القطاع التصديري هو يعتبر محرك النمو في هذه البلدان، او الطلب الداخلي. نحن في العراق الطلب الداخلي محكوم بالانفاق الحكومي الاستهلاكي. يعني الحكومه فلوسها تجي من تصدير النفط، وهي المصدر الوحيد للعمله الاجنبيه. تدفع الريع النفطي كرواتب بالدرجه الاولى، وتمول المقاولين لتنفيذ مشاريع فاشله متلكئه. فهذا هو مصدر النمو في الاقتصاد العراقي. اذا تقلص العائد النفطي فيحدث لدينا الانكماش. نعم دكتور، لو تسمح لي اريد رايك بدعم الاقتصاد او دعم القطاع الخاص. يعني ممكن انه احنا ندعم القطاع الخاص بشكل اوسع من اجل يعني تنشيط السوق العراقي؟ نحن نسمع هذه الشعارات منذ اكثر من 10 سنوات. نعم. لدينا استراتيجيه دعم القطاع الخاص التي وافق عليها مجلس الوزراء في عام 2014، وأوكلت مهمة تنفيذ هذه الاستراتيجية إلى وزارة التخطيط. لم يحدث شيء من ذلك. القطاع الخاص نفسه مع الأسف يتكون بالدرجة الأولى من قطاع طفيلي يعتمد على الإنفاق الحكومي، وليس على الاستثمارات بالتمويل الذاتي أو التمويل من المصارف او من القطاع المصرفي. القطاع المصرفي في العراق متخلف جدا، لا يقوم بمهامه الاساسيه وهي تحويل حشد المدخرات الكثيره. هناك مدخرات كثيره موجوده لدى القطاع الاسري ولدى الطبقات الغنيه. هذه المدخرات تتسرب الى الخارج لعدم وجود ضمانات وعدم وجود حمايه لها. فلذلك فشل القطاع المصرفي وفشل البنك المركزي في حشد المدخرات وتوجيهها إلى الاستثمار. فلذلك عملية الاستثمار التي تولد النمو وتولد فرص عمل للعاطلين. العاطلين مشكلة كبيرة في العراق، أعدادهم بالملايين. هذه الاستثمارات غائبة ليس فقط من قبل القطاع الخاص، وإنما أيضا من قبل القطاع الحكومي. انظر إلى مشروع موازنة 2021. الاستثمار، نسبة الاستثمار إلى الإنفاق الكلي تشكل 17% فقط، وهذه جريمة. نحن نحتاج إلى زيادة حصة الاستثمار في الإنفاق العام. هذا هو الطريق الوحيد. نعم. لتحريك اقتصاد ودفع عجلة النمو وتشغيل الأيادي العاملة وتوليد الدخل. هذا الدخل المولد من قبل العمل هو الذي يحرك عجلة النمو الاقتصادي، وليس الترانسفير أو الدفوعات الرواتب التي تدفعها الحكومة تتجاوز مبلغ 7 تريليون دينار بالمجموع. يعني الرقم الظاهر في الموازنة للرواتب أكثر من 50 تريليون دينار. هذا فقط لموظفين الملاك الدائم. لدينا أعداد بالملايين
من الموظفين خارج هذه المجموعه، الموظفين في شركات القطاع العام، الموظفين في المؤسسات المستقله، الهيئات المستقله عفوا كالبنك المركزي والهيئات المستقله الاخرى لديها اعداد كبيره من الموظفين، لدينا المتقاعدين بحدود 4 مليون، لدينا المتعاقدين ولدينا عمال الاجور اليوميين. يعني لو نجمع كل هذه المبالغ تصل الى اكثر من 7 تريليون دينار في الشهر، عفوا 70 تريليون دينار في السنه، وهذا مبلغ كبير يفوق ايرادات الدوله من تصدير النفط الخام. نعم تفضل. شكرا لك مشاهدينا الاعزاء، فاصل ثم اعود اليكم مره اخرى. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. دكتور محمد، إجراءات جائحة كورونا عادت مرة أخرى إلى الساحة العراقية، وهذه أيضا راح تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي للمواطن، يعني بالإضافة إلى الخلل اللي حصل بالقدرة الشرائية للمواطن من جراء ارتفاع سعر الدولار، الآن إجراءات منع التجوال، يعني هذه راح تؤدي الى تسريح الكثير من العمال، راح تؤدي الى البطاله والى اخره. كيف للدوله ان تعالج هذا الموضوع؟ هل هناك حلول سريعه ممكن انه الدوله تعالجها من خلال حتى الموازنه قبل اقرارها؟ احنا مع الاسف جميع القرارات التي تتخذ هي قرارات ارتجاليه ولم يحسب لها حساب. نعم. جائحه كورونا تقريبا منذ عام اجتاحت معظم دول العالم، فمعظم دول العالم قاموا بإجراءات للحد من هذا الوباء اقتصادياً. نعم. اقتصادياً من خلال دعم الطبقات التي سوف تتأثر، وخاصة الطبقة العاملة التي هي تمثل شريحة كبيرة في المجتمع العراقي، وكما قال أستاذنا خط الفقر تجاوز 32% بالمجتمع العراقي، فلا يوجد أي حل من الحلول لدعم هذه الدول. السودان التي هي دولة فقيرة جدا الآن تقوم بمنح مساعدات وأموال للطبقات الفقيرة التي تعاني من هذه الجائحة. الفوائض المالية التي أتت إلى العراق منذ 2003 ولحد الآن مع الأسف لا نعرف أين ذهبت. كل الدول لديها فوائض مالية، هذه الفوائض المالية إما تستخدم في صناديق سيادية للاستفادة منها عندما تكون الأمور الاقتصادية على غير ما متوقعة. ما الفوائض المالية منذ 2004 وحتى 2014 كان سعر البرميل النفط 120 و130 دولار، أين ذهبت هذه الفوائض؟ لو هذه الفوائض المالية جمعت حتى لا في في صناديق سيادية، حتى لو جمعت في البنك المركزي، كان العراق يستطيع أن يواجه 10 سنوات أخرى من تخفيض سعر النفط نتيجة ماذا يحصل في أي مكان. لا يوجد مشكلة في الاقتصاد العراقي لأن كان حجم الفوائض المالية تكفي موازنات ل10 سنين قادمة، لكن مع الأسف السياسات الارتجالية والاستثمار الفاشل التي ذهبت أموال العراق فيها إلى استثمارات فاشلة، لم ينجح الاستثمارات في العراق منذ 2003 وإلى حد الآن سوى نسبة 3%، والمشاريع الأخرى 97% يا إما نفذت بشكل متلكئ أو لم تنفذ أصلا. وهذه المشكلة الكبيرة التي الآن تواجهنا. الآن كورونا بدأ المرحلة الأخرى التي هي أيضا بدأ بالانتشار في معظم يعني دول العالم، ودول العالم حصنت نفسها من خلال الحصول على اللقاحات، والعراق لم يصل اللقاحات لم تصل لحد الآن
إلى يمكن نهاية الشهر الثالث من عام 2021 سوف يصل. دكتور أيضا التأثيرات سوف تكون سلبية بصراحة على المجتمع. نعم لا سمح الله لو تفاقم الوضع بشأن موضوع كورونا، يعني الدولة تلجأ والحكومة تلجأ إلى موازنة تكميلية مثل ما اتفقوا ياهم الدكتور بارق أنه ما اتفق معه، ممكن أن تلجأ؟ بس الدكتور مظهر محمد صالح المستشار رئيس الوزراء قال ممكن أنه في الشهر السادس أن الدولة يعني تلجأ إلى الموازنة التكميلية. كما قلنا هي كلها سياسات وإجراءات ارتجالية ما ليس محسوب فيها ما سوف يحصل في المستقبل، ومجرد جمع مبالغ مخصصة لتخصصات تذهب في اتجاه معين يتم جلبها وتذهب باتجاه آخر، وخاصة تخصيصات وزارة الصحة التي هي كما قالت تم تخصيص مبالغ كافية لشراء اللقاحات وتوزيعها على المجتمع، لكن التأثير سوف يبقى تأثير سيء على المجتمع العراقي، لأن الدولة إمكانياتها الاقتصادية محدودة ولديها عجز أكثر من 50 مليار، بالإضافة إلى نقطة أساسية هو الفساد الذي لا يبقي شيء على حاله. نعم دكتور بارق، الموازنة تعتبر يعني موازنة ضخمة، موازنة العراقية، يعني ماذا لو لا سمح الله تراجعت أسعار النفط مرة أخرى وتفاقم موضوع كورونا وحصل غلق في كل أنحاء العالم، يعني كيف الدولة راح تتصرف يعني في ظل هذا التراجع والموازنة هي والتخصيصات كثيرة وإلى آخره، يعني هل هناك خطط بديلة ممكن أن تلجأ إلى الحكومة؟ نعم قلنا دائما أن هيكلية الموازنة أو منهجية الموازنة منذ عام 2003 هي هيكلية خاطئة، يعني السياسة المالية في العراق هي سياسة ريعية بحتة، يعني وكما قلت سابقا إن الاقتصاد العراقي أو المالية العامة خاضعة بدرجة كبيرة إلى تقلبات أسواق النفط الدولية، وهذا كما قلت عامل خارجي لا يمكن السيطرة عليه. إذن الاستنتاج من ذلك يجب على السياسة المالية أن تعتمد على مصادر بديلة للنفط الخام، وهذا لم يحدث منذ 2003، يعني نبض السياسيين العراقيين وأصحاب القرار الاقتصادي يتحرك مع أسعار النفط. الخلاص من هذا هو إعادة هيكلة مالية الدولة، يعني يجب تفعيل إيرادات الدولة غير النفطية، وهذا فشل لحد الآن. يعني خلي نفترض أنه أسعار النفط سوف تتحسن إلى نهاية هذه السنة، بطبيعة الحال سوف يخفف هذا التطور من وطأة الأزمة المالية، ولكن سوف لن يحلها. الأزمة سوف تؤجل إلى العام القادم حتى الانخفاض القادم لأسعار النفط. قلنا مرارا وتكرارا يا جماعة يا أهل الخير، يجب إعادة النظر في السياسة المالية، وهذا هو الطريق الوحيد للخلاص من الدولة الريعية، وليس لدي أكثر من هذه النصيحة. دكتور هل هناك لو تسمح لي، نعم المستشارين الذين يبينون لي طريق بديل سوى هذا الطريق، وهو يعني بالمناسبة دعني أذكر لك تجربة إيجابية مر بها العراق في عام 2014-15-16، العراق في الوقت كان يخوض حرب شعواء الإرهاب واحتلال داعش لثلث مساحة العراق. تمكنت الحكومة في ذلك الوقت من ترشيد الإنفاق بشكل ذكي وحازم، وسيطرت على الأزمة المالية بالرغم من خوضها لحرب شعواء ضد الإرهاب، ونجحت في إدارة المالية العامة، وبعد أن انتهت
انتهت مهمه هذه الحكومه، ورثت الحكومه القادمه بحوالي 10 تريليون دينار فائض. ماذا حدث بهذا الفائض من الحكومه السالفه وبالتحديد حكومه عادل عبد المهدي التي يعني خربطت كما يقول المثل العراقي، يعني خربطت السياسه الماليه وسلمت الخزينه فاضيه الى الحكومه الحاليه. نعم. تفضل. نعم. دكتور محمد، هل يعني بالامكان انه الدولار مره اخرى يرجع مثل ما كان؟ طبعا المواطن العراقي ده يتساءل، هناك يعني الكثيرين يمكن على امل انه الدينار الدولار يرجع مرتين ل 125 دينار، يتأملون هذا الشيء، ولكن من يمتلك القرار في يعني تحسين صورة الدينار العراقي مرة أخرى؟ الحقيقة قبل فترة تشكلت جماعة يسمون يريدوا ديناري، نعم، وطلعت تظاهرة مطالبات كثيرة البارحة أمام البنك المركزي العراقي تطالب بعودة الدينار العراقي إلى سابق عهده، إنه نعم. 120 دولار دينار 1200 دولار أمام الدولار. وزير المالية قال هذا قرار نهائي لا رجعة عنه في يعني يبقى هذا السعر 1460 أمام كل واحد دولار. هذه القرارات التي تتخذ من قبل الحكومة لا نستطيع أن نحكم عليها، لأنه قرار نهائي سوف يتعرضون لضغوط معينة لعودة الدينار إلى ما هو عليه. في الحقيقة يعتبر أو تعتبر عملة الدولة هو رمز من رموز الدولة، أكيد. والحكومات تحاول جاهدا على أن يبقى سعر صرف العملة مقابل العملات الأخرى ثابتا على مدى فترة زمنية طويلة، لأنه أي تخفيض أو رفع قيمة العملة يؤدي إلى مشاكل اقتصادية كبيرة الدولة في غنى عنها. كما قلنا الدينار العراقي تعرض إلى أزمات كبيرة خلال الفترات الماضية، أي تغيير في قيمة العملة يكون في البوينتات وفي المراتب الأخيرة من قيمة العملة. نحن الآن 25% من قيمة الدينار العراقي بقرار غير محسوب تم اتخاذه من قبل الدولة لسد العجز. عملية إعادتها مرة أخرى إلى وضعها هذا يربك العملية الاقتصادية. اقتصادات العالم والمملكة الأردنية الهاشمية يمكن منذ 30 عام سعر صرف الدولار هو 1 دولار يعادل 0.73 فلس أردني، والاقتصاد السعودي نفس الشيء، والإماراتي وغير ذلك من الدول، حتى الاقتصاد الكويتي الذي حصل ما حصل لها بقى سعر صرف الدولار كل واحد دولار كل ثلاث واحد دينار يعادل 3 دولار. فعملية إعادة قيمة الدينار العراقي إلى وضعه السابق أيضا يخلق مشاكل اقتصادية، وهو يتمنى أنه في الاقتصادات أن قيمة العملة أمام العملات الأخرى تبقى ثابتة ومرتفعة، لأنه هذا الشيء يجعل النشاط الاقتصادي يمارس عمله بشكل الحراك صحيح. الحراك الجماهيري ما راح يشكل ضغط على الحكومة تحسين؟ كما قال دكتور بارق، من يقود العملية الاقتصادية في العراق هم سياسيين ليس نعم. لهم خبرة ولا ناقة ولا جمل في الاقتصاد، ولكن مع الأسف قرارهم السياسي الاقتصادي الخاطئ يؤثر على النشاط الاقتصادي بشكل كبير. هذا الحراك تأثيره بالتأكيد يعني مهما كان كبيرا هو محدود، لكن يطلب من السياسيين أنه يدعى الخبراء الاقتصاديين، هم يريدون السياسيين على هواهم، يريدون على هواهم أن الخبراء الاقتصاديين هم من يحددون ماذا يعملون. كل الدول العالم الخبير الاقتصادي رأيه الأول والأخير، حتى في المستشارين الاقتصاديين لرؤساء الدول هم الذين يقودون العملية السياسية والاقتصادية. نتحدث بالدقائق المقبلة عن الحلول، يعني بما أنه أنت أكاديمي أكيد يعني كنخضت بأبحاث ويعني تجارب في هذا الموضوع، وأيضا يعني لديك اطلاع على الوضع الاقتصادي العام، يعني هل هناك حلول؟ الحل الأول في العراق والوضع الاقتصادي الذي نحن فيه، أولا الحد من الفساد، الحد من الفساد اللي هو سبب أساسي من المشاكل الاقتصادية التي لدينا. ثم نقطة أخرى، تقليل من آثار تخفيض قيمة العملة،
واللي هي مثلا الضرائب على الرواتب، يجب أن يتتوقف هذه الضرائب. نعم. دعم السلعة الأساسية للمواطنين اللي يعتمدون. نعم. على الحصة التموينية، محاولة الاستفادة من العوائد أو فوائد العوائد التي تأتي من النفط واستغلالها بشكل كبير لدعم القطاع الخاص ودعم الطبقات الفقيرة في المجتمع، وكذلك معالجة مشكلة بيع العملة من خلال مزاد بيع العملة للمصارف التي يعني تستفاد بشكل كبير من المضاربة في الأسواق، وتحجيم هذه المزايدة للاستفادة من العملات الصعبة التي تدخل إلى العراق لتقليل أثر هذا. نعم. التخفيض. دكتور بارق، بالدقائق المقبلة يعني المتبقية، يعني تحدث شوي عن الحلول، يعني بما أنت خبير اقتصادي، هل هناك من حلول يعني تفيد المواطن العراقي؟ نعم نعم، هناك مطالبات يعني أو أصوات ترتفع بالعدول عن قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي، وخصوصا من تكتلات أو من أحزاب شعبوية. نعم. يعني وقطاعات واسعة تطالب بالعدول عن والعودة إلى سعر الصرف السابق. من وجهة نظري المهنية، الخطأ لا يعالج بخطأ. أنا قلت إن توقيت هذا القرار بتخفيض قيمة الدينار العراقي توقيته كان خاطئ وأتى في الوقت الغير المناسب. نعم. الآن العودة عن هذا القرار سيسبب مشاكل كثيرة واضطراب في الأسواق، وهناك الكثيرين من المضاربين يأملون أن تتراجع السلطة النقدية عن قرارها السابق، وهذا خطأ جسيم سوف يحدث. هناك توجد بدائل لتخفيف الآثار السلبية من هذا الإجراء. على سبيل المثال، يعني ممكن أن ترفع الرسوم الجمركية عن استيرادات المواد الغذائية والأدوية. وهناك حل آخر، وزارة التجارة بدل ما تصرف هذه المليارات والتريليونات على البطاقة التموينية، بإمكانها أن تستورد المواد الغذائية بأسعار منافسة لتجار الاستيراد وطرحها في الأسواق في جمعيات تعاونية كما كان في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. مصلحة المبايعات الحكومية توفر للمواطنين المواد الغذائية بأسعار مقبولة، وبذلك تستطيع كسر احتكار مستوردي السلع الغذائية والأدوية الذين يهيمنون على الأسواق. هل تعرفون أن هؤلاء المستوردين حققوا أرباح خيالية من خلال فرق سعر العملة الذي يعني من خلال تخفيض قيمة التومان الإيراني والليرة التركية؟ حوالي 50% من استيرادات العراق للمواد الغذائية تأتي من هاتين البلدين، وقيمة عملتهما انخفضت إلى أكثر من 50%، لكن الأسعار للسلع المستوردة من هذين البلدين للمواطن لم تنخفض. فأين الحكومة، أين وزارة التجارة من هذا القبيل؟ وتوجد بدائل كثيرة لإلغاء قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية كما قلت. نعم دكتور بارق، طبعا أنا سعيد جدا بتواجدك وتواجد الدكتور محمد زنقنة، ولكن وقت البرنامج انتهى. ماذا تقول بكلمة أخيرة للسادة المشاهدين؟ هل هناك رسالة اطمئنان من الناحية الاقتصادية للمواطن العراقي؟ والله أنا دائما متفائل، وأعتقد هناك بوادر أمل جيدة. يعني بعض
بعض الإجراءات من قبل الحكومة الحالية تبشر بالخير، وبالفعل يعني تحسن أسعار النفط سوف يخفف من وطأة هذه الأزمة المالية، لكن كما قلت سوف لن يحلها، نتوقع من الحكومة الحالية والحكومات القادمة إجراءات جدية أكثر لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي، ولابد وأن يتغلب العراقيون على هذه المشاكل كما نجحت أمم كثيرة قبلنا. نعم إن شاء الله، شكرا جزيلا. دكتور محمد، ماذا تقول بكلمة أخيرة؟ نتمنى من سيأتي في إدارة الاقتصاد أن ينظر إلى هذا الاقتصاد بنظرة موضوعية صحيحة، وأن يؤتى بالخبراء الذين يستطيعون أن يصححوا مسار الاقتصاد العراقي نحو الأفضل، بحيث يحصل المواطن العراقي على دخل يضاهي أو يوازي دخل الدول النفطية الأخرى التي تعيش في رغد من العيش بالرغم من المشاكل الاقتصادية العالمية التي تعاني منها، ولكنها دائما تجري بالشكل الذي يخدم المواطن. نتمنى ذلك، والأمنيات كثيرة، ولكن إن شاء الله تتحقق في القريب إن شاء الله. دكتور محمد نايف زنقن، أستاذ الاقتصاد المعرفي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الموصل، شكرا جزيلا لتواجدك، وأيضا تقدم بالشكر الجزيل إلى الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور بارك شبر، كنت معنا عبر السكايب من ألمانيا، شكرا جزيلا على تواجدك دكتور بارك. شكرا دكتور. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الأعزاء، ألتقيكم في حلقة أخرى، إلى اللقاء.